ايه اكتر الجمل اللي الاهل بيقولوها للاولاد وبيحسوا الاولاد ان هم مخنوقين او متضايقين او بتاثر على نفسيتهم؟ انا شايفه اكتر حاجه، اكتر حاجتين بمعنى اصح، حته ان انت فاشل، شوف صح. لو لقيت جامعه تلمك اصلا، انت لو حد وافق عليك، دي اكتر حاجه. تاني حاجه المقارنات، يعني المقارنات، المقارنات. اختك جابت وانت ما جبتيش، ابن خالتك عن جاب درجات وانت فاشل، هي مش حاجه كويسه. انت بتعمل ليه كوره اصلا؟ ليه بتلعب كوره؟ ما شوف الدكتور الشاطر. هي مش كده، هو كل واحد بينجح في حته، كل واحد ليه وقت، كل واحد ليه رزق. انت بس شوف انت مميز في ايه وربنا هيكرمك ان شاء الله. بس طب هل جات لك منين الخبره؟ 22 سنه جات لك منين الخبره والجراه انك تطلعي ده على الملأ كده؟ هو هي انا الكتاب متقسم لكذا باب، طفوله، مراهقه، شباب، والبنات والولاد لما يبقوا اهل، اللي هو الاجيال الجديده. انا اتكلمت مع دكاتره نفسيه كتيره جدا، رحت مصحات نفسيه، بقيت بشوف البنات والولاد بيقولوا ايه للدكاتره، فبقيت بسمع بقى القصص. واوريدي انا بسمع من اهلي، من اهلي، وبسمع من صحابي، فانا عرفت حاجات كتير. فانا كنت بتكلم مثلا مع دكتور بقول له مرحله الطفوله دي ليه اكتر فتره بتعلم مع الانسان، والدليل ان الواحد لما بيجي له زهايمر وعنده 80 سنه او 90 سنه بيفتكر دايما ما بيفتكرش غير القديم، فتره وهو صغير. وقال لي اصلا ان اكتر فتره بتربي فيها من اول ما الابن او الابنه بيتولد لغايه 5 سنين، بعد كده انت بتوجهه، يعني بعدين مش بتربي، لان انت خلاص زرعت فيه الحاجات اللي انت نفسك فيها. فاتكلمنا بصراحه في حاجات كتيره جدا، كان معايا دكتور ابراهيم ودكتور جمال، فساعدوني جدا من غير اي من غير ما اعرفهم حتى. طب يعني انت درستي ايه ولا انت ما لسه طالبه؟ انا اصلا خريجه ماس كوميونيكيشن. ايه؟ ماس كوميونيكيشن اعلام. اعلام. الميجر بتاعي جورناليزم، صحافه. من الجامعه الامريكيه ولا من انهي؟ لا الكنديه. كنديه. كنديه. والماينر بابليك ريليشن اند ادفرتايزنج، علاقات عامه. فهنا بقى جت الموضوع يعني. بس والله يعني انا مبهوره بيكي انك انت شابه صغيره كده. ولكن هل بتنصحي الناس اللي هم بيبعتوا لك ويشتكوا لك ويقولوا لك على مشاكلهم والجمل اللي بتضايقهم، انت بتنصحيهم ازاي؟ يعني لازم يبقى في خبره برضو عشان تبقى مظبوطه. تمام. انا هي بتتكلم بس هي عايزه حد يسمعها، فانا بسمع، بس انا باجي عند نقطه بقول لها انا مش خبره. يعني انت محتاجه تروحي لحد مختص، دكتور نفساني او دكتوره تتكلم معاها، لان انا مش عارفه افيدك اصلا. انا بنت زيك او انا شابه زي اي حد. بس ايه اللي بيخلي يعني في فجوه بين الاهل والاولاد؟ ان دي انا متكلمه عليها في الكتاب، ان الاهل لما بيبقوا اهل بينسى ان هم في يوم من الايام كانوا اطفال اصلا. صح. او كانوا مكان ولادهم، خلاص بيبقى بيدي لنفسه حقوق كتيره جدا مش من حقه اصلا. يعني ان هو يمشي كلامه، ان انت لازم تسمع كلامي، ان انت ما ينفعش تختار، ان انت ما ينفعش تتكلم. هو هي مش كده، انت انسان، هو انسان، انت عليك انك توجهه وعليك انك تنصحه، وبعدين هو يختار هو عايز ايه. ما بتفكريش ان يعني وانت بتدي النصايح دي ان الاهل دول بيبقوا خايفين على مستقبل اولادهم، على حياتهم بعد كده، وان هم عايزين احسن حاجه لاولادهم؟ يعني واضح انك انت دايما بتاخدي صف اللي بيشتكوا. لا خالص، انا في قصه كاتباها اصلا، ان في ام كان دايما سبورت لبنتها وكانت دايما بتسمعها ووقعت في كذا مشكله، ومن كتر ما هي شافت ان مامتها بتساعدها فخلاص هي قررت تتغير للاحسن. يعني عشان لقيت مامتها واقفه في ظهرها، وان هي لا انا بنتي هتبقى شاطره وبنتي هتبقى ناجحه وبنتي هتبقى احسن واحده في الدنيا. لما شافت ده لا هي اتغيرت، عشان هي شايفه مامتها حاجه كبيره قوي.